والله أنا سعيد جدا لسبب، لأن أنا بعتبرها نهضة في ميدان التجميل بشكل عام وكامل، نقلة بشكل نوعي لتعريف يعني إيه تجميل بكل الأشكال. بدأ دلوقتي يبقى فيه نهضة فيه، وبدأ دلوقتي يبقى الناس بتطلبه، وبدأت الناس تفهمه وتستوعبه. بالعكس النجاح دلوقتي لقسم التجميل أو لعلم التجميل. دعتني مدام رشيدة الحبشي حبا للوطن المغرب، دعتني أن نكون ندخل شيء جديد على المغرب، وتبارك الله تعرفنا على مدام رشيدة من أحسن النساء اللي هي تحب العالم التجميل، وهي بدورة اختصاصي تجميل البشرة اللي كذلك أمر درست بإيطاليا، فحبينا نعمل جروب لنقدر نحن ندخل شيء جديد على المغرب، وهذا الشيء اللي شايفينه أنتم اليوم دعينا السفير اللبناني ودعينا مدام ألين جاي من البرازيل اللي هي منتجات البروتين الطبيعي، وكان رئيس الجامعة الوطنية الأستاذ مصطفى الجوهري حاضر معنا، ودكتور تجميل كرمال نحن نعمل تعريف على الأمراض اللي عم بيصير بواد اللي هي مسرطنة، ياخذوا حذرهم الحلاق ما يتجوزوها. تشوفوا كانت واحد الحفل جدا رائع، عالم الموضة والأزياء، وكذلك ما نسوش الحدث اللي كان مهم بزاف أنه واحد اللبناني اللي هو معروف في عالم يعني الشعر والموضة اللي هو ماجد، كان نشكره كذلك على يعني الدخول ديالو للمغرب، مرحبا به، وشكرا كذلك للابتسام رشيدة وإلهام الناس اللي أنفيتوني هذا الحفل، خلوني نشوف هذا الجمهور هذا الجميل، كان واحد التفاعل جميل مع الجمهور، وكنتمنى دائما يكون عند حسن الظن. طبعا شكرا للسلطان اللي دائما كتابع الاحداث ديالنا والاحداث ديال الفنانين المغاربه كلهم، وشكرا للناس اللي كتبعوني دائما وكيدعموني، وان شاء الله دائما يكون عند حسن الظن. تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.